حلقة جديدة من برنامج قد بجيبك. ايش قد ما راح يكون بجيبك راح ننطيك بقدهم، واذا ما عندك تدان من يمك. اليوم احنا بمنطقة الصدرية، خليكم يعني. مرحبا. هلا ويابي، شلونك يابي؟ شو اخبارك؟ والله على الله. ايه حلوه هاي مال هلا ويابي. شنو اسمك؟ محمد. محمد تبيع شوكليت انت؟ ايه تبيع تشيز كامل باليوم لو شوكليت؟ لا والله حسب الشغل، شغلي قليل. حسب الشغل. تشتغل هنا بهذا السوق؟ ايه والله ما اروح بغير مناطق. ما تروح بغير مناطق؟ وين بيتكم؟ انا بيت بقنبر علي. والله قنبر علي تجي هنا تشتغل؟ ايه والله. اوكي، جد بجيبك؟ عددين والله. جيت؟ عندي قليلات. قليلات حبيبي أبوك. حبيبي ضمهن ضمهن ضمهن. ضم الفلوس. إيه هاي الحلقة كلها على ماكو، ما راح نخليك تداين. زين صوتك حلو. شو تغني؟ ميحان ميحان. يلا. جابك حبيبي قلب ميحان. ودا يسمعون؟ دا يسمعون شيء؟ دا يغني ترى بس ما حد يسمع. زين شوية علي صوتك. ميحانة ميحانة يا بك حبيبي قلب ميحانة على بيك عذبوني دمروني. علي صوتك. صوتك تغني بقلبك شوية بعد. تقدر تعلي صوتك شوية بعد؟ لا أقدر. يلا ادفع لنا صوتك شوية بعد. ميحانة ميحانة يا بك حبيب القلب ما يحان رزع لبيك عذبوني دمروني. يا بك حبيب حياك حياكنا على بيك عذبوني دمروني. يا بك حبيب القلب ما يحان عذب عذب حما حياك. ترى صار أربع مرات يغني، مدري ثلاث مرات وانتم ما تسمعوا. زين زين هم صفقوله، بس صفقوله لان هم صفقوله يا امك يعني. زين اي اما هم عاده ما دني اسمع شويه علي صوت. ميحانه ميحانه اسمعوا. يا غب حبيبي ميحانه يا غب على بيك هذول عذبوني. اي لا دمروني. دي اغني لك المصور عيد ورا. ميحانة ميحانة يا بك حبيبي القلب ميحانة رزي على بيك. اي اوكي اوكي ما يخالف. اوكي اي زي غني المصور بعد نص ساعة. ميحانة ميحانة بعد نص ساعة. اوكي 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 ما يخالف ما يخالف. تمام تمام. عندك بعد اغنية ثانية؟ لا ما حافظ اغنية ثانية. زين الفلوس اذا ربحت فيه ايش راح تسوي بهن؟ اعطيه الليل والله. لهلك شكد عندك أب وأم وأخوان لو متزوج لو شو؟ والله أمي ميتة وأبويا ميت. لا وين عايش؟ والله أنا عايش بيت أختي الكبير. خطأ يا حبيبي الله يرحمهم والله يوفقك. والله تسوى عملية ما عدي. تسوى عملية رجلك؟ أي والله. ما ليش؟ إيش بيها رجلك؟ معد قصر برجل أرد أسويه إن شاء الله. إن شاء الله تقوم بالسلامة. نسيت اسمك. محمد. محمد إن شاء الله تقوم بالسلامة والله يوفقك حبيبي. تحب تسلم على أحد؟ أي. على منو؟ والله على كلهم. على كلهم. يلا صفقوا له صفقوا له حمودي. هسه علي صوتي. هسه علي. شكرا حمودي تسلم. مرحبا. مرحب. قلت لنا عندي شعر على العراق. عندي اثنين. تفضل. اي. واحد يعني على الجيش ذولا جاي قاتلين فوق، واحد ذولا اللي ما يساعدون اخوانهم وذولا يساعدون وياهم. اول شيء ذولا يعني اللي ما يروحون وياهم شعرهم طويل وهاي. يقول بناطير الولد نزلت لحد القاع. ورجولتهم يا اخوي وغفله طارت. قمت ما فرق بين هالناس. بنيه لو ولد شو صدق تاهت. نفس الحواجب نفس الاطباع.
وداحت يده قال لك اوي عابت هم فرحانة هم ما قعد هيك وليه قبر لف عليك وليه جابت. الثاني يقول رحت وما رحت بالحالتين الموت لون انهن النهر لون نصب المعبر رحت وما رحت بالحالتين الموت لون انهن النهر لون نصب المعبر همتكم بعد همتكم بعد شطة نطاق نريد مو كافي الجثث على القاع تطشر اذا مو ايد بايد ونطرد الارهاب شذب فوق الوطن طاوقة تعمر. مرحبا. اهلا ومرحبا. شلونك؟ شنو اسمك؟ منير. رفيق منير. نعم. لما نجيت يمك لقيتك تعدل بنفسك، نزعت الشفقه ما ادري ايش سويت ودت حضر بنفسك. بس الله يطلعوني في التلفزيون. انا ما بطالع في التلفزيون. زين والولد صف قول يشجعوني. لقينا كلش متحمس. لقينا متحمس يحضر بنفسه. ابو من حضرتك؟ ابو وسام. انا منير. ابو وسام. ابو وسام ايش قد تحصل يوميا؟ والله رزق على الله. وشوي هم تعبان هسه، انا حكومه تعبانه، وضع تعبان، الرزق يبقى يوم يومين على حتى القسم. الله يطلع عن ايجار. اي والله قاعد. وين قاعد؟ بالسباع. سباع هنا. اي على الكفا. اي نعم. ها اي زين. ايش قد بجيبك؟ جيبي؟ هذا جيبك ايش قد بيه؟ لفظ قليل. هذا ما بي شيء. يعني ايش قد قليل؟ فارق ايش ما بي؟ وهذا ياهو هذا كل شيء ما بي جدا فارق. يعني ماكو؟ ماكو شيء ولا طقر حتى من الزرع بعد ما طالع. اوكي زين. سددتها فدنا. الحمد لله حسيت بالراحة. زين باو. منير اسمك مو؟ نعم منير. منير راح العب على الماكو ما راح اخليك تتداين لانه كلش هوسه. نعم. زين تعرف تغني؟ يعرف يغني منير؟ لا ما اعرف اغني. يلا السوق كله يقول يعرف يغني. لازم تغني. يلا غني منير. سمعنا اي اغنيه حافظها. ايش اغني؟ اغنيه ما تايبين. يلا يا ابو شباب وشوي انا ساعدوني. ويا ساعدوني. لا ما اقدر شويه. يلا شوف بسم الله. يا تايبين لا نمر مرة بدربكم لنحايرين لا نمر مرة بدربكم. لا كمل شباب. شباب حس يوم مالي شراب حك. اقول لهم غنى لي جملتين كلمتين. لا كمل. لا هذا ما اقدر. شويه تعبان. ليش؟ شويه تعبان. غني راب؟ ها؟ راب؟ شويه تعبان والله مو شويه. زين شعر؟ شعر بالقوة دبرنا الاغنية دبر شعر احنا. مو لازم. عشان تربح؟ شلون تربح؟ شاد حضر اربعة بس يمشون طيبة طالعين كافي. لازم تربح. ما يصير ما يصير. وجودكم كافي والله. شكرا لك بس ما يصير. زين ماكو هلا وما روح. شلون؟ باوع تمثل؟ اي شخصيه تحبه؟ يعني شنو؟ يعني تحب تقلد ممثل مثلا؟ تسوي شيء مشهد؟ بس مثلا الاغنيه ما كملت يعني ما سمعتنا صوتك. بس هي مقتي كملناها. غير اغنيه ايش حافظ؟ والله بس اذني اللي نقدر عليهن وحده. اي شنو اذني؟ هي وحده. هي بس وحده والله ما اقدر. طيب الثانيه تربح. ما اقدر شوي تعبان. كيف جيت يا غير ربعتي ربعتي الحمد لله. اهم شيء طلعت تلفزيون كافي. استاذ شو نسوي له؟ هذا اسأله سؤال. ما سجلني. يلا نفس السؤال عدته على الجماعه راح اعيد لك اياه بس انتوا لا تقولوا له بالبدايه اوكي؟ يا قفص اللي ما يتخلى بلا عصفور ولا طير ولا اي شيء. قفص؟ اي لا تقولوا له خلوه مثل ما شلع قلبنا ما غنى. شلع سجلنا شلعنا ولا قفص ولا طير ولا عصفور ولا اي اكو قفص ما يتخلى بيدني. يا قفص هذا. يا قفص يحكي شوي اليوم دماغ عليهم. يا قفص. يا قفص حديد؟ ايه؟ لا. يقول لي انا شو زعلان. ما اقول لك انت. ما اقول لك. قفص انت نعم نعم لا 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 والله لا لا لا. عندك صارت 5 دقائق. بعد وين؟ يقول لك بعد يقول لك صارت لك 5 دقائق. يلا تغني تربح. ما ساحة حزورة ما تركي المرة الغني. جا حزورة لا تغني لا تسوي شعر. ما نقدر هل يقدر عليه؟ شلون؟ ما نقدر والله شيء هذا الشيء لا نقدر عليه. هل يقدر عليه؟ بديها غششوك؟ هسه غششوك هم وباع العالم كلها تغششك. شو اسوي؟ يلا شو اغني بعد؟ انت غنيها شو اسوي؟ اي المخرج يقول لك اذا كملت اغنيتك نلغي السؤال وتربح.
يعني مقاطعين بالجودة برناها حصلنا يعني شلون سؤال ما تعرف الأغنية شو سايب نقدر عليه والله شو سايب هذا نقدر عليه بس هاي بس نقدر ما نقدر شو نقدر عليه هذا نقدر عليه هاي صار 10 مرات يقوله يقول لك إذا ربحت تقصنا رقية والله طقم تمرون لا والله تمرون يلا كمل أغنيتك حسنا تكون رقية بكرة السؤال لا 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 لازم تجاوب على السؤال ها هذا نقدر عليه هو قفص ما غيره يا قفص قفص شنو هو القفص موجود بيك راح حيره راح موجود هنا يعني قفص صدري صف قول يا القفص صدري قفص داقوي شنو القفص الصدري يلا هذا الولد يصفق صفق نفسك انت من هو ساعده تحب تسلم على منو على الشعب العراقي على امه محمد نعم. على جيشنا وبردنا السلام ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الشعب العراقي كله ان شاء الله عجايات تغني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يطلع صوتك تفضل هلا وسهلا شلونك؟ الله يخليك شنو اسمك؟ عباس عبد الامير عباس؟ عبد الامير اوكي عباس متزوج؟ لا لا بس تبيع كلينكس؟ اي قد تحصل يوم يا عباس؟ يعني بس هو 10 جوا 10 زين وين بيتكم؟ انا بصرية بيتك ايجار؟ مال دولة زين عندك بعد احد يساعدك بالعائلة يشتغل هذه؟ والله لا مو دائما زين صوتك حلو لو لا؟ والله مو زين يعني شلون مو زين؟ يعني ايش بيه مريض؟ اي منو قال مريض؟ انا اقول زين ايش بيه بلعيمك؟ ها؟ شو انفلونزا عندي؟ لا ماكو انفلونزا بس انت تستحي تغني والله ما يقولوا لي غني ما اقدر والله زين ايش قد بجيبك هذا؟ شو فيه عندي بجيبي؟ ما فيه فلوس؟ لا زين نلعب على الماكو اوكي؟ ما راح اخليك تروح تداين بس اللي اريده من عندك تغني والله ما اقدر عذريني عذريني ما اقدر والله اوكي تمثل حتى بس كثير ما اعرفها زين تقول شعر ما شغلي والله تحرجيني ما اعرف ايش اسوي زين ليش لابس هذه الشبقه مالتك على مود عيني مو بس شايف عيني ما اشوف نظري مو زين يعني هسه اذا تنزح ما تشوف لا الضوء القوي ياثر على عيني الضوء القوي ياثر على عيني ياثر على عينك زين هسه تنزلها شويه من ضوء الكاميرات يعني شيل لا انت هسه مرتاح بيها اي لا زين هسه اي بس بعد شوي راح اخذها من عندك تنطيني اياها لا اجي اخذيها زين راح اسالك سؤال أجل. بسيط حتى تربح ويانا اوكي ان شاء الله بس لازم بالاخير تسمعنا صوتك نخليه يغني لو لا ما لا ما يقولوا ما لا تحجي اوكي شجعوا صفقوا له صفقوا حتى يغني يلا ما لا والله صوته حلو بالحفلات ان شاء عباس لا والله ما زين راح اسالك سؤال يا قفص اللي ما يضمن بي لا عصفور ولا دجاجه قفص صدري قفص صدري صفقوا له عباس شاطر زين عباس ينطيني شرق مالتك شوي بين ما ينطيك الفلوس هاي بما انه ما خليتني اغني راح البسها من الزمت انك ماي اوكي لا ما تصير براسي تصير براسي ما تصير تفضل شكرا عبوسي انطيني استاذ فريد فلوسه يلا ما تفضل هاك عبوسي يلا صفقوا له بعد صفقه اي حبوسي تحب تسلم على احد والله اسلم على اهلي اصدقائي اخوتي وين هم اكو احد بعيد عليك والله عندي اخوي بعيد شوي علي وين شويه جنب الاتحاديه شو ما اشوفه يلا تسلم علي من خلال شاشة الميداليون والفلوس شو راح تسوي بهن عباس؟ والله ابي علاج شو ابي علاج؟ شنو علاج لعيونك؟ اي ان شاء الله الصحة والسلامة أشوش. وان شاء الله الله يخليك ويطول بعمرك شكرا جزيلا لك وان شاء الله يرزقك اوكي؟ شكرا لقناة البداية اشكركم وان شاء الله التوفيق لكم شكرا جزيلا لك حبيبي مع السلامة باي باي مرحبا هلو شلونك؟ هلو شنو اسمك؟ احمد محسن علوان اي انت هنا احمد تشتغل تبيع خبز بس؟ هاي العربانه اشتغل بيها الصبح
الصبح عربانه والعصرية خبز. ايه. زين ايش قد تحصل يومية؟ حصل لي 5-10. اي وانت حضرتك متزوج؟ ايه. عندك اولاد؟ لا ما عندي. زين وين قاعد؟ قاعد بالفضل. 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 زين عندك بعد شغلة لو بس ذني؟ لا بس ذن. انت وزوجتك واولادك. زين. ما عندي اطفال انا. ما عندك اطفال، اوكي. زين، تعرف تغني؟ لا ما اعرف. تمثل؟ ما اعرف. يعني مو لفز يوم مغني؟ لا لا. قعدت شلون لابس الهيدفون؟ اكيد تدندن. لا موبايل هذا. يعني تخابر فيه؟ لا لا ما اخاب، بس اسمع نغمات اسمعها. اي اغاني تسمع غير؟ يا اغنية عندك هنا تسمعها؟ حسام الرسام. زين، ايش قد بجيبك؟ ها؟ هسه ايش قد بجيبك؟ حتى خليك تغني. ايش قد بجيبك؟ اي مال خبز. مال خبز؟ اي. خلي اختار الجيب اني، هذاك الجيب. هذا؟ ايش قد بي؟ لا 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 الجيب مال بيجامه يعني مو مال ذاك. ما بي فارغ. فارغ. ايه. اوكي خلي. اللي اريده من عندك يداينوك هسه هنا 50,000. اوكي؟ من تربح ترجع لهم اياه وتاخذ 50 لك. شلون فهميني شلون؟ واو ارد الزبده. الزبده راح تداين 50 من الولد الواقف. ايه. اوكي واحد ينطيك 50 او يجمعوا لك سوي كان 50. ايه. ينطوك يعني حتى هم يشاركون ويانا. ايه. هاي فكره البرنامج. ايه. اوكي؟ من راح ينطوك ال 50 وتربح ويانا؟ شيل 50 مالتهم تنطيهم اياه ولك تاخذ 50 من عنده. صوت حلو يقولون عنده صوت حلو. اي هو هسه راح اخليه يغني. عوفيها خليه يغني عوفيها. ليش ما اعرف انا؟ ما راح اخليك تداين. غني. ما اعرف والله. حتى لو. وراح ابويا ما اعرف. ما حد يعرف. ما بس الكل يغني بهذا البرنامج. صدقني. ما اعرف والله. يلا شجعوه شجعوه. التشجيع من عندكم يلا. صوتي حلو صوتي حلو صوتي حلو. ما اعرف اغني والله. تخسر. والله ما اعرف. والله ما اعرف. حتى لو هو ما حد يعرف يغني يعني. ايه بس تسمعنا. اقول ليش والله ولا ابوي ما اعرف. زين لعبت شو تسوي تمثل؟ ليش تكذب عليك شلون؟ ايه ما اعرف هو ما حد يعرف احنا يعني احنا ندري انه ما حد يعني مثلا ما تعرف انت نقول لك بس حتى اذا ما تعرف مو شرط يعني الواحد يكون يعرف بس المهم انه انت تغني حتى تربح هاي يا اغنية الحسام تسمعها هنا انا بهذا الهيدفون مال الوطن يلا سمعناها شوية؟ ما حافظها ما حافظها اوكي راح اسألك سؤال اوكي السؤال يقول يا قفص اللي ما يتخلى بي لا عصفور ولا طير يا قفص اللي ما يتخلى بي لا عصافير ولا طير ولا دجاجة ها اسأل الولد هم يساعدوك المخرج جاي يساعدك ايه يدي غششك السجن لا يا سجن لا قفص هو اسمه قفص بدايته اسمه قفص يدي يساعدك قفص الصدري قفص الصدري اوكي صفقوله صفقه قويه يلا ربحت ويانا زين تحب تسلم على احد سلم على العراق بعد احد عندك مثلا مسافر اسلم على امي على ابوي نعم بعيدين عليك؟ اي بغداد جديدة بغداد جديدة عبالي بعيدين لا يعني بعيد. الحمد لله طيب تفضل هذه الفلوس مالتك شكرا شو حتسوي بهن؟ اعطي لابو الايجار شقد ايجارك؟ 100 سهل طلع 100 من هنا؟ لا ما طلع بعد 100 انا اشتغل يا معالم اشتغل يا معالم لا شلون الايجار؟ اطلع بالعربة انا 10 15 مجمع على الايجار الحمد لله الله ساتر علينا بس الحمد لله شكرا جزيلا لك مع السلامه مرحبا مرحبا شلونك بس علي لي صوتك الحمد لله اقول لك راح اسالك سؤال ثاني شنو ميتات اي ماتن يعني الدنيا حاره قام بوجهي خطيه ذني ليش ما تخليني المي هو خليت لي المي بس هو الجو حار يعني انت موت ذني يعني شايل ذنبن كلهن ليش انه موتن غلطت ما منطين مي موتن عطش شو اسوي لي زين بيش تبيع الوحده على كيلو 10 اي لا مفرد يعني ابيع السمكه بعشرة بعشرة زين انت بس سمك تبيع؟ بس سمك ايش قد تحصل؟ كم سمكه تبيع يوميا؟ مو سوى مرات 10 سمكات مرات 5 سمكات مرات 20 ويسوى الحمد لله زين عندك شغل ثاني لو بس هذا؟ لا لا ما بس هذا زين تعرف تغني؟ نعم صدق؟ صوتك حلو؟
ما اعرف يعني انتوا احنا نقرر قيمة. احنا نقرر احنا راح نقيم صوته. شنو اسمك؟ ايوب. احنا راح نقرر صوته. اوكي زين. اسالك اول شيء ايش قد بجيبك؟ 10,000. خليها العشرة، اليوم راح نلعب كله على الماكو. زين ايوب سمعنا صوتك. قلنا خلي الطين الله على راسي واسب واشتل الزمان، لا بقى لاصحاب عندي ولا بقى عندي وطن. اي الغربه نامت جوا سقفي واني وحدي بهمة وين دموع يعقوب على يوسف مثل دمعي ما بكن، حايرة وبين الذئاب وحيل بي يعضعض ظن المسعدات ببيتي نامن وان عيون ما غفن. الله ما الحظ وما البختي وما أدري من يا قسمة جتني، أخلي الطين الله على راسي واسب واشتل الزمان، لا بقى لي لا بقى لأصحاب عندي ولا بقى عندي وطن. الله الله الله. إيه خل صفقوا، قولي صفقة ثانية. حلو ايوب. هسه عرفت، هسه بعد ما يحتاج نقول لك قيموا صوتك. شفتم شلون قاموا يصيحون ويشجعوك؟ زين ايوب بعد سمعنا شيء ثاني لانه صوتك حلو. عادي يساوي شيء. فرح بالله مخطوب وغصب يا فلان. ايه اوف مخطوب وغصب يا فلان، خطبون ورضيتاني يذبحون النصيحة لا وصير لك خبر كان. الله يذبحون وتظل انت وحيد بهاي دنياني، لبست الخاتم بعيد ويا ايدي حيل حزنان. الله الهوم الي يا فلان، ولكن موش العروسانه، واقول له شايف منك جاي، واقول له روح لفلان قل له تريدك فلان. واذا ما حب يجي وياي انطيه الرساله وقل له حزنانه، الخميس الجاي زفتها وتريد اشوفك فلان. الله تبوسك فلان، انزفيت والف على الخير بقيت بحيرتي انا، وصحيح اللي خذاها اليوم صديق وخان بيان. يلا الله صفقوا يا صفقه قويه. اوكي عاشت ايدك ايوب، صوتك كلش حلو، يسلم صوتك الحلو. ايوب هذه فلوسك حبيبي بدون سؤال. شو حتسوبين ايوب؟ شو حتسوبين؟ شغله مثل حج. شغله شنو؟ راح اعطيه لذاك. ليش؟ لان احنا ماكو فرق بيناتنا اصدقاء. صدق وينه صاحبك؟ وينه صيحوا لنا يا صاحبي. صدق راح تعال سيف. تعال يعني بينا نتقاسم بينا وسيف وحمي. راح تتقاسم انت وسيف. شكرا جزيلا لك ايوب. مع السلامه ايوب. هنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج ايش قد بجيبك. انتظرونا في حلقات جديده. باي باي.